مو صحيح كلام دعش حصل عام الماضي طحين سبع حصص انا بنكون دقيقين بقول لك اكثر لا سبع حصص طحين دعش حصص الهدوء كل العراق تم الاتفاق على انه خلال الفتره القادمه تتحول البطاقه التموينيه الى بطاقه الكترونيه والحمد لله الان بدانا هناك شبكات بدات تنصب هنا في محافظه ذي قار في المركز وتقريبا خلال يومين ثلاث ايام الشبكات خلاص تنتهي يعني نكمل قضيه نصبها اليوم جينا على انه نرتب آليات العمل في هذه وكيف يتم توزيع هذه البطاقات على الأقضية والنواحي اليوم سوينا الأخوة احنا عندنا هناك جروب خاص بيننا وبين الأخوة في محافظة ذي قار سواء السيد نائب المحافظ والسادة مدراء قائم مقامين والأقضية والنواحي كل موجودين في هذا الجروب تم الاتفاق على أن نسوي اجتماع هذا الاجتماع تمخض عنه اتفاقات على أنه تفتح في كل قضاء وناحية مكانات لتسليم هذه البطاقات إلى المواطنين العمل مستمر إن شاء الله لغرض إتمام عملية العمل بالبطاقة الإلكترونية لغرض تسهيل عمل المواطن ومعرفة المواد المجهزة للمواطن حيث من حق المواطن مستقبلا في حال تحديث البطاقة الإلكترونية العمل من داخل الهاتف النقال بالاعتماد على برنامج تمويني من حيث نقل البطاقة التموينية شطر البطاقة التموينية تنزيل متوفش إضافة الأطفال أكبر من سنة وأقل من سنة وهذا يسهل عمل المواطن بعدم الحضور إلى فرع تموين ذي قار عقدنا اليوم هذه الندوة اللي هي تتعلق بتغيير البطاقة التموينية من ورقية إلى إلكترونية ولما لها من مزايا مهمة تتعلق بعمل الشفافية وسهولة اقتنائها من قبل المواطنين بالتأكيد يعني هذه التقنية تحتاج تدريب وتحتاج تعاون جميع الجهات المهمة تم التنسيق أيضا مع مفوضة الانتخابات باعتبار هي صاحبة القدم بهذا ولديها خبرات مهمة وتقاعدة بيانات وإضافتها عن طريق الكارت الانتخابي اللي هو شبه كارت الإلكتروني يكون وهذه ممكن تفيدنا وتخفضنا الشغل كذلك أبدا رؤساء وحدات الإدارية اهتمامهم وأوعدونا بوجود أماكن لاستبدال هذه البطاقة الوكيل العراقي الموجود بالمحافظة ذي قار يعاني من عدة نقاط النقطة الأولى أول مرة اللي يجي المواطن يجي للوكيل يا بطيني كمية تطيني في المجال خلنا نسهل وياك ونطيك كميتك لا إلا تطيني كميتك فيحدث أكو جار بيناتهم النقطة الثانية المواد الغذائية الموجودة حصة المواطن أكو بعض المواطنين يتأخرون 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر يتأخرون من يجي لك الطين خذن المواد كل نيابة تلفت هاي المواد تلفت شلون أنا المهم ما لي علاقة أنا أريد المواد تطين حصة كاملة يضطر الوكيل يشتري له من السوق ويطي هذا النقاط الموجودات اللي عانون معتم الوكلاء تم مناقشة الحصص اللي تتسلمها محافظة ذي قار من خلال تحويل الكميات الحنطة من ميناء أم قصر احتياجات الوكلاء والمواطنين بصورة خاصة بما يتعلق بالبطاقة التموينية ومفرداتها إن شاء الله كما نوه الدكتور حيدر هنالك زيادة في تلك يعني أعداد المواد الغذائية خاصة إحنا مقبلين لشهر رمضان المبارك نعم